مواكب بعض الناس انا اتزوج بنت فلان قصدي اريد انفخ ان هذه ابوها كذا ها وبيتها كذا وانا اريد العظمه. لا، هذا الهدف عند الاسلام يعتبر هدف فاحش تافه ولا يقيم له وزن ابدا. واحد طب قال له يا سيدي اكو امراه نخطبها لجمالها، اكو امراه نخطبها الى اموالها، اكو امراه نخطبها الى حسبها ونسبها، شتى علما ترشدني؟ قل عليك بذات الدين تربت يداك. شوف المتدينه اللي عدها عفه، الدين معففها، الدين مطيها اخلاق رجينه، الدين مخليها مستقيمه تراعي بيتها وتراعي زوجها، هاي هي اللي تحقق لك السعاده. لان الاموال تخلص والجمال بعد يومين ثلاثه يدوي. انت شايفه هذا ابدا، يعني هذا اللي تشوفه كان يتعلق من الجمال طيب وهلك كم سنه يعيش، ظهره صار اعوج ووجهه تجعد وعيونه ما ادري صار فيها خلاص تغير، انقلب راسا على عقب، مو هذا جمال له غيره. واذا لا والله ظل جميل الى ان يموت، ها هذا بس يحطوا لك اياه على التراب، تعال لي بعد يومين وشوفه. ويقول الشريف الرضي يقول ومسندين على الجنوب كأنهم شرب تخاذل بالطلا أعضاؤه، وجه كوجه البرق غاب وميغه، صدر كصدر العظم فل نضاؤه، حكم البلا فيه فلو نظرت له أعداؤه لرثت له أعداؤه. يقول حتى إذا عدوه يشوفه يبكي على حاله، هاي العيون راح أكلها الدود، هاي الخدود راح أكلها الرام، هذا الجسد حول التراب ذرات، وهكذا. فإذا الجمال سريع الزوال والأموال سريعة الزوال، والحسب والنسب اذا تعتني بي لهدف اخلاقي معقول، اذا لا والله تعتني بي للكبرياء للعزه هذا هدف حقير يعتبر، هدف من الاهداف الحقيره. اذا عليك بذات الدين تربت يداك. اذا كانت المراه متدينه، وين هالحكي هذا عندنا هالايام؟ الايام عندنا بعض العوائل تنقش البنت وتطلعها شبه عريانة، شو اقول والله حتى تصير لها فرصة للزواج، شو عقلية يعني؟ قد عقلية تافهة يعني، قد عقلية جدا ضحلة ما تعنى لا بالاخلاق ولا بالقيام. يا اخي والله ما كانت مجتمعاتنا هكذا، مجتمعاتنا مجتمعات كانت عالية في اخلاقها، ما صار بها تردت. على العموم الى الان الفرصة موجودة مهيئة ان شاء الله، واعتصموا بحبل الله. نرجع للكتاب الكريم ويهذبنا يربينا.